صباح الخير يا جرح، مع السلامة يا فرح، أهلا بيك يا مر، يا هدى يا هوايا، يا عيشي معايا. هو ملك الموسيقى. أنا تأثرت بكل تراثنا، تأثرت باللي حواليا لغاية أما لقيت الخط الجديد اللي يمكن الناس شافت من خلالها موسيقى لواحد اسمه بليغ حمدي، واحد من أشهر الملحنين في مصر والوطن العربي. الفن للناس وأنا بدي للناس. إنه بليغ حمدي الذي تحل ذكرى وفاته هذه الأيام في 12 من سبتمبر من عام 1993. ولد بحي شبرا في القاهرة، ومنذ أن كان في 9 من عمره تعلق بالموسيقى وعشقها. ترك بصمة كبيرة في عالم الموسيقى العربية بتلحين العديد من الأغاني لأهم نجوم الوطن العربي. بودعك وبودع الدنيا ما بدأ حمدي مسيرته الفنية مطربا بالإذاعة المصرية، ليتم الاستعانة به في تقديم بعض أغنيات البرنامج الشهير ساعة القلبك. ساعة القلبك بتفرفش وتضحك على طول. توطدت علاقته بالفنان الموسيقار محمد فوزي الذي أعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصرفون التي كان يملكها. وفي عام 1957 قدم أول ألحانه عبد الحليم حافظ تخونوها. تخونوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. بليغ كان سببا في تغيير شكل الخريطة الموسيقية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، لتتوالى بعد ذلك ألحانها وتعاونه مع كبار النجوم أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وشادية وغيرهم الكثيرين. ما بقيتش أخاف في الدنيا دي غير من الوداع. وكان بليغ حمدي نموذجا للفنان المهموم بقضايا وهموم وطنه، فقدم ما يقرب من 15 أغنية وطنية، وكانت باقورة هذه الأعمال الأغنية الخالدة موال النهار. عدى النهار والمغربية جاية. وبعد تجاوز مرارات الهزيمة كانت نشوة النصر محركا لوجدان بليغ. تتراوح نتاجات بليغ حمدي اللحنية ما بين الشعبية الرومانسية والوطنية الحماسية أو حتى ابتهالات دينية، وأشهرها مولاي. بل وحتى أغاني الأطفال مثل أغنية أنا عندي بغبغان. أنا عندي بغبغان غلبة ونص لسان. لكننا يمكننا اعتبار الإسهام الأساسي الذي قدمه بليغ في الموسيقى هو إيصال الموسيقى والإيقاعات الشعبية المصرية بطريقة تتناسب مع أصوات المطربين. إذا كنت بطلع فن فأنا واخده من الناس وللناس. إسراء سعد، آخر النهار.